مشاهدينا مساء الخير، تحية لكم من جديد. حلقة جديدة من رح نبقى سوا ليلى أنا وزميلتي نانسي صعب رح نتابعها معكم. مساء الخير نانسي. وضيوفنا لليلى الوزير السابق غسان عطلة والخبير الاقتصادي الدكتور وليد أبو سليمان. مساء الخير معالي الوزير والدكتور، أهلا فيكم. مساء النور. مساء النور. يعني نهارنا اليوم كان نهار أحد بس كان في مواقف بارزة بهالفترة، طبعا يعني بتطور مستمر. نحن الأبرز يمكن موقف السيد حسن نصر الله، رح أبدا أنا وياك فيه. لما حكى تحديدا أنه يلي عم بيسموا الحكومة الحالية بحكومة حزب الله عم بيسيئوا للبنان، وهالأمر أيضا رح يعني يعرقل علاقته مع الدول العربية. بالموازاة كان في موقف صدر عن مكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، قال أنه في نوع من بث السموم وسط اللبنانيين عم نتبعه إلنا فترة. إذا بدنا ننطلق من هذا المشهد تحديدا، مين بده يعرق لبنان بعلاقته مع الخارج تحديدا ويرسم هذه الصورة؟ شوفي، يعني اليوم ما حدا منا له مصلحة إنه يشوه سمعة بلده، ولا حدا منا له مصلحة إنه يجيب بعد ضغوطات أكثر على لبنان. الأزمة رح تكون على كل الناس، يعني ما حدا رح يستثنى. لما ينهار البلد مش رح ينهار على جزء من الناس وجزء من الناس بتطلع زامطة منه، كلنا بدنا ننهار. كرمال هيك بعتقد انه اليوم السيد كان واضح بكلامه، انه تعالوا نشوف كيف بدنا نلاقي حل. يعني حتى حكي مواضيع واضحة، انه اذا بينا اليوم كل واحد منا يكب التهمة على الاخر، شو بتنقص بالبلد هيدي؟ اذا كل واحد منا صار يشيل منه يحط بالاخرين، قد ايه بتفيد الناس اللي اليوم على الطرقات بدهم يشتغلوا؟ نحن اليوم الهدف الاساسي انقاذ البلد. يعني في فرق كتير كبير بين انك تطلع تحط خطة أو رؤية اقتصادية أو خارطة طريق تقولي بهيدي الأمور إذا نفذنا جزء منه نحن قادرين نقطع من هيدي المرحلة وما نوصل للانهيار الكبير. وفي فرق بين أنك نطلع كل النهار نقول حق عفلين والحق عفلين، هو بيحمل جزء وهو بيحمل جزء. ويعني للأسف اللي عم بيشارك بالانهيار هو حامل أكبر جزء، يعني أنه يعني هو مستلم الحكم كل الفترة الماضية على القليل 80% من فترة حكم لبنان من 90 لليوم هو مستلمه. طالع اليوم عم بيشيل كل شيء منه بحطه عند الآخرين، أنه وبيتهم الدولة وبكب على الحكومة أعباء زيادة فوق الأعباء اللي هي حملتهم. يعني اليوم كمان من كلام اللي قاله السيد حسن أنه اليوم هيدي الحكومة لازم كلنا نوقف حدها، لأنه شجاعة كانت أنه تتشكل حكومة بهيدا الظرف. يعني مش كل إنسان اليوم بروح وهو شايف بهيدا الوضع أنه يعمل وزير أو يعمل، فبدل ما نساعدها بس في جو عند كل الأطراف وإرادة حقيقية بإنقاذ لبنان والسعي والعمل معا للإنقاذ. لا، لك اللي عنده مشكلة شخصية ما بيفكر أكبر منها، يعني بيفكر بمشكلته الشخصية. يعني اللي عم بيجرب اليوم يطلع يعمل خطاب تجمع شعبوية حواليه أكيد منه شايف لبنان وين رايح، واللي اصلا بالاساس هو منه معود صراحه يفكر بعيد عن جيبته. يعني بفكر من جيبته وطلوع مش من عقله ونزول، ففي مشكله. ايه يعني منه قادر يحس بوجع الناس الموجود اليوم على الارض، منه قادر يحس بالمأساة اللي وصلنا لها، منه قادر يحس بنتائج السياسه الماليه والاقتصاديه اللي وصلتنا لهون، لانه يمكن ما بده يحس، لانه بيعتبر حاله انه هيدي السياسه كان مفروض تنجح وللاسف بينت انه فشلت على مر السنين اللي قطعت كلياتها. رح نرجع كل حال نحكي عن تحديدا خطابه ل سار الحريري، بس دكتور بهالسياق لما اليوم يقول السيد حسن نصر الله انه خلينا نفصل معالجة الأزمة الاقتصادية عن الخلافات السياسية، الى اي مدى يمكن فعلا الفصل بين الامرين؟ هلا طبعا هون بلبنان الاقتصاد والسياسة مرتبطين، يعني الاستقرار الامني والسياسي هو مفتاح الازدهار الاقتصادي. للأسف اليوم ما بقى فينا نقول انه في ازدهار، نحن اليوم بظل أزمة اقتصادية مالية ونقدية. والتراشق السياسي ما بينفع لانه الوضع للأسف متأزم. يعني صرنا نحن اليوم عم نشوف اذا فينا نأمن شبكة الأمان الغذائي والصحي ونشوف اذا فينا ندفي اطفالنا، بالتالي كل شيء خطابات طائفية شعبوية اليوم ما راح ولا تأمن الدولارات ولا توقف من الانهيار، أما توقف من، لأن اليوم ما بقى في سيطرة حتى على الدين. لبنان ما بقى في سيطرة على دينه اللي هو للأسف ارتفع من أوائل التسعين لليوم من 4 مليار لتسعين مليار، ودافعين قدوا فوائد. نعم. دافعين 89 مليار دولار فوائد، يعني هيدي أموال تبخرت، والدين اليوم نحن مش عم نقدر نرده. وللأسف وصلنا اليوم أمام استحقاق
كتير عم بيهولوا انه لازم ندفعه. انا هون بشير انه لا، ما لازم ندفعه قبل ما نعرف شو عنا نحنا نحدد خسائرنا. مثل وقت الواحد بيكون عنده، بيكون بشركة متعسرة، بده يعرف شو الخسائر. بالتالي اليوم على القيمين على القطاع المالي والنقدي يبلغونا، يقولولنا قديش نحنا في خسائر، شو وين بأي جورة نحنا، لنقدر نعرف حالنا إذا منأمن الأكل أما مندفع الدين. لأنه فنزويلا فضلت تدفع دينها واستحقاقاتها على الأمن الغذائي، بآخرة المطاف تعسرت بالأمن الغذائي وبالدين. بالتالي اليوم المطلوب نحن نعرف، وعلى حاكم مصرف لبنان أنه يصارح ويخاطب اللبنانيين. بدنا مصارحة نعرف قديش نحن عنا من الاحتياط بالعملات الأجنبية. ليش من الاحتياط بالعملات الأجنبية؟ لأن للأسف نحن عنا مشكلة بنيوية، نستورد 90% من اللي منستهلكه. يعني نحن بدنا دولار لنقدر ناكل، بدنا نعرف قدي بعد معك دولارات، لأن إذا معك 10 مليار وعم ندفع مليار و200 بيكون هون إجرام. ومن ثم نرجع ننتقل على قصة إذا دفعنا أم ما دفعنا. هون في إذا تعسر لبنان في شيء اسمه sovereign immunity، يعني حصانة سيادية. الحصانة السيادية اللي عم بيهولوا أنه ممكن يحجزونا عن الذهبيات، بحب قلهم أنه الذهب هو بميزانية مصرف لبنان، ومصرف لبنان هي شو اسمه مؤسسة مستقلة عن الدولة اللبنانية وعن وزارة المال اللي هي بتصدر سندات الخزينة. يعني في فصل، بالتالي في فصل. هون في اجتهاد قانوني بيقول إذا في مواكبة يومية أما تدخل يومي من الحكومة بأعمال مصرف لبنان ممكن يحجز على الذهب. وأنا هون بأكد أمام المواطنين والمشاهدين أنه الحكومة اللبنانية ما كانت تتدخل، بل العكس صحيح. بالتالي نحن بمنأة، نعم نحن بمنأة عن أي حجز لأصولنا بالخارج. ونحن كأصول تجارية بالخارج، لبنان ما عنده أصول تجارية. فإذا ما بقى تهولوا على الشعب اللبناني أنه إذا تخلفنا ممكن يحجزونا أصولنا. وفي نقطة تانية بتحججوا فيها أنه نحن ما فينا نروح على الأسواق المالية لنتدين. ليش نحن اليوم قدرين نروح على الأسواق المالية بظل تصنيفنا الائتماني المنخفض؟ الوزير المالية السابق غض النظر عن إصدار قبل 17 تشرين، فبقى ما حدا يهول علينا. اليوم نحن بدنا نعرف بداية قدي بعد فيه من الاحتياطي بالعملات الأجنبية، لأن هودي مصريات وأموال المودعين اللي عم ندفع. يعني الأكل اللي هو اللي هن عم بمننونا فيه نحن عم ندفعه من فوتات ما تبقى من ودائعنا. وليد، وفد الصندوق الدولي واصل نص هيد الجمعة على لبنان بيطلب من الدولة اللبنانية. عمليا معقول الدولة اللبنانية رايحة لتطلب استشارة تقنية من جهة دولية ما بتملك هيدي التفاصيل عن موجوداتنا بالعمل الصعب؟ على الحكومة اللبنانية. هلا حسن فعلت انه طلبت استشارة تقنية. هون في فرق بين الاستشارة التقنية وبين ما يمدونا باكستندد فند، يعني يمدونا باموال فقط. هون المشهور بتكون مشهورة. اليوم المشهورة مهمة بعملية اذا بدك اعادة الهيكلة، لان لبنان ما عنده خبرة بهالمجال لأنه ما بحياته تعسر وما دفع دينه. بالتالي هون فينا ناخد المشهورة، يعني فينا ناخدها من المنيو على كارت. بس كل شيء بده يخبرونا عن إعادة هيكلة القطاع العام، عن خدمة الدين وعن الكهرباء. نحن بنعرف أنه اليوم للأسف القطاع العام 40% من نفقات الدولة بتروح على القطاع العام، وتقريباً 20% على خدمة الدين. هو 60% ما الواردات اليوم. هلا الواردات من قبل، هلا اليوم طبعا انخفضت كتير الواردات بظل هالانكماش الاقتصادي، ما بيغطوا فقط هل إذا بدك هالمصاريف هيدي. اليوم نحن المطلوب ما يكون بقى في عنا عجز بالميزانية، يكون عنا فائض، لأن ما بقى فينا نتدين. بالتالي بده يصير في تقشف، بده يصير في ديناميكية جديدة عند المستهلك، عند الدولة اللبنانية بدها تتقشف. لأنه هون ما يهجموا علينا العمال أما الموظفين بالقطاع العام، لأن اللي بيدفع رواتب القطاع العام هو الضرائب، هو القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص عم بيرزح تحت أزمة اقتصادية ومالية.
حادة، يعني رواتب الموظفين وانتم بتعرفوا كلكم عم بيقطعوا 50% منها، وفي تقريبا 200 ألف موظف صرحوا، وفي شركات كمان اللي هو ضريبة على الأرباح يعني من الشركات تجنية الدولة، هيدي كمان انخفضت لأن في كتير شركات سكرت. رح نرجع نفوت بهيدي التفاصيل. حسيت يعني. لا بالعكس رح نرجع نفوت فيها اون ديتاي بعد إيامك شوي. إيامك. بس يا ريت بدنا الفعل ماش عم فينا معليك لما بدنا نحكي عن كل هيدي المسألة في ضغوط واضح أنها موجودة، يعني عم نسمع التصاريح الأمريكية قصة عامر الفخوري والضغط يلي عم ينحكى عنه كمان أنه لبنان لازم يعمل خطوات، بعد الحكي السعودي يعني في أمرا بيناتهم رئيس الاستخبارات السابق تركي الفيصل، مع العلم ما بعرف شو بعد هلأ منصبه الحالي لحتى يحكي بإعادة تركيب بنية سياسية بلبنان، وكأنه في نوع من ضغوط خارجية، يعني واضح أنه صارت ظاهرة أكثر من المرحلة السابقة. اللي ما كان شايف من أول المرحلة ومن أول السنة ومن قبل بسنة أنه في ضغوطات كتير على لبنان لح تجي ولح تقوى شوي شوي، بيكون هو يعني ما كان عنده رؤية وما كان عنده بعد نظر وما بيشتغل سياسي وبيعرف شو عم بصير. أنت أخدي مواقف إجباري بده يكون في عليك ضغوط لما تجي لعندك الأمم المتحدة وبتقلك بدك تبلش تراجلجي حالك إنه تبرمجي النازحين الموجودين بلبنان إنه تدمجيهم بالمجتمع اللبناني، طب ما أنا جاي أصلاً عم تعرض عليك يعني كيف بدها تساعدك، جاي عم تعرض عليك عرض يا بتقبليه يا ما بتقبليه. يعني لما بيجي بقلك صفقة القرن وبقلك بالتوطين، لما أنت بتروحي على الغاز والنفط بتروحي على ترسيم الحدود، يعني كل هودي الأمور منن أمور بسيطة. لما يصير عندك أنت سيادة على الأراضي اللبنانية، نحن كلنا بنعرف أنه عامر فخوري أو غير عامر فخوري كان فيها تكون أسهل من هيك بكتير أوقات بزمن سابق بلبنان، كان فيه يظهر ويفل، ويمكن في كتير ناس نحن بعدنا باعتقادنا أنه هني محجوزين وهني صاروا ببلادهم بالفترات اللي قبل، لأنه كان في مساومات على السيادة أصلا اللبنانية اللي موجودة كانت بالأرض، لأنه كان في رؤساء أو حكومات أو كل شيء تطنش على كتير أمور. اليوم هذا اللي فرق بهيدا العهد، هيدا العهد عم بياخد الأمور السيادية بطريقة عالية، يعني منا عادية. هودي الأمور أكيد بدها يصير من وراها ضغط، والضغط لح يزيد أكتر وبعد لح يزيد أكتر، لح يكون في ضغط أكتر علينا، لأنه كل هيدي الأمور منا من السهل تقولي للعالم كله لا أنا ما بدي وطن، يعني منا كلمة سهلة تقولي لهم أنا ما بدي وطن وتغيري لهم كل المشروع اللي هن عم بيشتغلوا عليه، هن شغلين على مشروع ومنتهي وعملين لك حساباتك وعم بيقولوا لك إلك عنا هالقد وبدنا نخلص من هذا الموضوع، تجي أنت بتقولي لهم لا أنا روحوا غيروا ورجعوا لي من أول وجديد لأنه أنا ما قبلت هذا الموضوع، أكيد بده يعملوا عليك ضغط وضغط أكتر وأكتر. بس أنا هون عندي بس سؤال صغير يعني للحكومات وللحاكم مصرف لبنان، لأستاذ وليد نحن بنعرف إنه كانت الحكومات تدين من مصرف لبنان ومصرف لبنان يدينها مبالغ كتير كبيرة، مزبوط أو لا؟ طب هلأ نحن بالعادة البسيطة أنا إذا بروح على بنك إنسان مواطن عادي بقول له بدي أشتري سيارة، بيطلب مني بعد شوي جدي وجد جدي وشو عنا بالضيعة وشو عنا بالبيت، ما بيخلي سؤال ما بيسألوا 10,000 دولار يعني، وآخر شيء بصير ينقر لي دماغي كل أول شهر وين صاروا المصريات، وبروح بيكشف معي على السيارة تشوف إذا بتسوى 10 أو 15 يعني. طب أنا لما حطيت كل هالمليارات بالحكومة وما سألتهم كيف انصرفوا وين انصرفوا وليش انصرفوا، هذا منه شراكة؟ هلأ كمان بقانون النقد والتسليف وعالميا المصارف المركزية ما لها حق تدين هالقد الدولة اللبنانية، يعني كمان وظيفتها هي وظيفة. طب لو وصلنا لهون يعني كلها نقوله ليه نحن وصلنا لهون؟ لأنه خليني أقلك، لأنه من التسعين لليوم كان عنا سياسة نقدية ومالية ونمط متبع، عدا عن الهيكلية البنيوية الاقتصادية تبعنا هي للأسف كانت مثل ما صارت كلمة مستهلكة الاقتصاد الريعي. فعلا نحن قبل الحرب كان الانتاج عنا والزراعة يشكل ما لا يقل عن 50% من حجم الاقتصاد. اليوم حتى صرنا الصناعة كان في عنا يعني كان عنا معامل أحذية معامل هذا شو عمل هذا قتل الانتاج قتل الاقتصاد. ليش؟ لأنه صار في قطاع عام عم بيزاحم قطاع خاص على السيولة، وصار في اللي بيسموه انكماش ائتماني كريدت كرانش، يعني كل الأموال أنا مثلا إذا رأس مالي صرت بودع الأموال بالمصرف
اربح لي اربح لي والمخاطر خاصه فوائد كثير عاليه والمصرف يعني. والمصرف شغلته اصبحت بس فقط وسيط يعني يرجع يضعهم بمصرف لبنان اما يدين الدوله عبر سندات الخزينه. هون الملامه 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 كمان في ملامه على المصارف انه انتم عندكم زبون واحد اللي هو دوله مصرف لبنان. طيب ما سالته انه ما شفته انه هل زبون هذا هل عميل هيدا عم يضله خسران طفران كل سنه عليه عجز وسنه وفساد وهيدا. طالعنا حاكم مصرف لبنان بمؤتمر صحفي انه انا دينت الدوله بس انا ما لي دخل اذا في فساد. لا انت اللي اعطيت المصاري بالتالي انت في عليك رقابه في عليك مسؤوليه. وهيدي درجه العادي انه مثلا نحن وزاره المال تصدر سندات الخزينه وزارة المال طفراني ما معها ترد بيرجع نعمل شيء ما يسمى بريدج لون بيسدد عنه مصرف لبنان. وهون فتنا بهالمشكلة الكبيرة واللي أكلنا هو الفوائد يعني دفعنا فوائد مرتفعة جدا من هون من هالمنطلق أنا بقول بده يصير في إعادة توزيع خسائر بطريقة عادلة. بداية بدنا نشوف هالحجم الودائع اللي هو بيتخطى 160 مليار دولار. نعرف انه اقله 70 80 مليار دولار متركز بكتلة ما بتشكل اكثر من 1%. بدنا نعرف هودي او بداية قديش ندفع لهم فوائد. اذا فوائد طيب برايك ليه ما فيها المصارحه مع اللبنانيه يعرفوا عن جد بالارقام وبالوقائع شو عم بيصير نحن وين وين رايحين شو الاحتمالات. اول شيء اول مصارحه بدأ في اذا بدك 3 ليفلز او ثاني ليفل في ليفل المصارف والمودعين ما في مصارحه. صح. يعني عم بينقال الشيء بينعمل نقيده بيطلع رئيس جمعيه المصارف كمان بيطلعنا بخطابات رنانه وانشا انه الوضع كتير منيح وراح يتحسن بيكون نهار احد نهار تنين بيصير في تشدد بيصير في اذلال. هيدي ما فيكم بقى تكفوا فيها. يعني اذا بدكم تردموا الهوة بين الثقة بينكم وبين المودعين بدكم تصارحوا المودعين. ما هي أنا ليش أنت بدك تتعاملي معي ما بدك تتعاملي مع غسان ليش؟ لأنه بتوثقي فيه ما بتوثقي فيه أما العكس صحيح. بالتالي في هي قصة ثقة ولا قصة سيولة ولا قصة ملاقة قصة ثقة. يعني نسفتوا الثقة نسفتوا والمعايير الانتقائية والانتهازية وتسيير شؤون أصحاب النفوذ هيدا كمان ما بيصير. قلنا 3 أشهر 4 أشهر نطلع منصرخ وحده المعايير المصرفية ما فيها تنتقل عدوى القطاع العام على القطاع الخاص أقله بالقطاع اللي كان هو نتغنى فيه اللي هو كان عصب الاقتصاد. ما فينا بهالإطار بموضوع تحديدا استعادة الأموال يلي تم يعني إرسالها للخارج عم يحكى كتير لهلأ بعد ما نقال عن أسامي نحكى أرقام بشكل مبهم. طب الطبقة السياسية هالموضوع هل فعلا في إرادة يردوا هول الأموال وكيف؟ نحن قدمنا سؤال من أكثر من شهر لحاكم مصرف لبنان كتكتل مضيناه كلياتنا النواب ووزراء وكل شيء انه جاوبنا على هودي الاسئله انه في المبالغ ما اجى جواب من 17 وبالرايح كيف صاروا التحويلات وين صاروا عند مين صاروا المصارف كيف بدها تتعامل مع المودعين. حطينا له 4-5 اسئله وطلبنا انه اجابات عليهم. لحديت اليوم ما في اجابات. هيدا الموضوع هو المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه انه كل الناس عارفه شو صاير بس ما صاحب العلاقه الاساسي المفروض يعطيك جواب يقول لك اذا هل نحن فينا نكفي او ما فينا نكفي او وين راحوا او كيف راحوا. عم نحكي بمليارات. مجرد عودتهم على البلد بتغير كل الحالة الموجودة اليوم والرعب اللي عايشة فيه الناس. هودي كلهم راحوا شو السبب؟ هيدا حتى يعني هون إذا بدك في جرم يعني بتعتبريه خيانة بتعتبريه في 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 حدا قرر يضرب اقتصاد بلد كامل ويعمل له انهيار كامل ما عم نقدر نوصل منو تنحاسبه أو كيف عنا ممكن عنا معلومات. خليني أقول لك في جهازين بمصرف لبنان. في لجنة الرقابة على المصارف اللي هي ترعى القطاع المصرفي واللي هي عندها صلاحيات واسعة تمنح رخص وتسحب رخص. وفي ما يسمى هيئة التحقيق الخاصة اللي هي
إلها حق ترفع السرية المصرفية وإلها حق تعمل عندها صلاحيات واسعة. بالتالي أنا ما بعرف ليش ما لجنة الرقابة بتسلم، لجنة الرقابة خاطبت المصارف بخطابة شو قالت لهم؟ قالت لهم بدنا نعرف حجم التحويل، ما قالت لهم أعطونا التفاصيل. طيب إذا أنتوا أخذتوا هالحجم تفضلوا أعطوه لهيئة التحقيق الخاصة خليها ترفع السرية المصرفية ونعرف، لأنه بالقانون للأسف نحن ما فينا نحاسب. ليش؟ لأنه قانون نقد والتسليف بيحمي حركة التحويل، ونحن ما كان في قانون للكابيتال كنترول، إنما معنويا وأخلاقيا وقت الشخص بده يحول لابنه أما لعائلته ما كانوا يخلوه ويحولوا كل هالمليارات. هذه يعني أمام في خيانة، ما بعرف أنا بالقانون كيف بتحاسب عليها. عملنا كابيتال كنترول على $10,000 وفلتني على $10 مليار. هيدي مشكلة الأساسية يعني. بالآخر طلع الفقير المعتر هو الوحيد اللي ما قادر يجيب مصرياته من البنك تيعيش فيهم، بس اللي معه مليارات حول مصرياته لبرا ونام عليهم. هو اللي عمل هيدي الأزمة كلها. نحن بريزون دتا يعني اليوم نحن لازم هالهيئة التحقيق تحصل على هالأسامي اللي حولوا. بمين مرتبطين؟ هيئة التحقيق واللجنة مرتبطين بمين يعني؟ هيئة التحقيق بترأسها حاكم مصرف لبنان. واللجنة؟ اللجنة بترأسها رئيس سامي حمود أو ما بعرف. عملياً. بس عملياً كمان. مرتبطين بهيكلية مصرف لبنان. نعم. الأساسية. نعم. طب اليوم هيدا ما بيكون مؤشر يعني؟ اليوم لما نكون حطينا هاتين الهيئتين اللجنة وهيئة التحقيق الخاصة معروف كيف بيتحركوا أو من وين بيتحركوا وما عم لاقي الأجوبة. في عنا أول شيء هذه الحالة اللي لازم ياخدوا إجراءات ولازم ياخدوا خطوات هالهيئتين حفاظا على ما تبقى من الأموال الموجودة ومن القطاع المصرفي. لأن نحن اليوم بكل الدراسات اللي عم نعملها نحن بدنا تقريبا 15-20 مليار دولار على فترة 4-5 سنوات لنقدر نهدي الوضع. طيب نحن إذا رجعنا هالأموال من الخارج ما بنقدر نحن على الأقل نهدي الوضع ونقدر ندرس نعمل دراسة معمقة من أين لك هذا، من أين هالأموال؟ لأنه الحق نحن نصارح اللبنانيين إذا بدك بهالثروات من وين جاي بداية، وكل هالمليارات اللي رح تجي صدقيني إذا قدرنا نرجع نجيبها أكثر من ما رح يمنحنا إذا طلبنا مساعدة من صندوق النقد الدولي. لأن حصة لبنان هي 900 مليون، يعني إذا تكرموا علينا فيها تكون 3 أما 4 أضعاف يعني نوصل لـ3. هيدا عم نحكي على 5 سنين 4 مليار من صندوق مصر النقد اللي مصر بحاجة نحن لقاله سنويا تقريبا. مصر منحوها 12 مليار دولار على 3-4 سنين، يعني نحن قديش قدام مصر مدينة. شوفي أنا رح أقول لك شغلة، في يعني هيدي تراكمات سياسية واضحة كنا رح نوصل لهون. اليوم بتفوتي على الحكومة تطرحي مواضيع ولا أبسط منك. أنا مني اقتصادي ومني شخص دارس كيف بدك تنقذ بلد من انهيار، بس أبسط الأمور ما مرة قدرنا بمجلس الوزراء نفرض حماية منتج لبناني. ما مرة نحن بنستورد كل شيء لأنه نحن بدنا نفوت بحصص وصمصرة وصفقات وهيدا تاجر جاي من برا بيستورد تفاح، يلا إذا بمرق لنا شيء بنستورد. ما عنا شيء حصرية بلبنان لقلنا، محمينا ولا مزارع، محمينا ولا صناعي، محمينا ولا تاجر، محمينا حدا بلبنان. هيدي نتيجتها هون بدنا نوصل، لأنه خلص كانت عقل السياسيين الموجودين هو عقل ريعي، بنوكي، عقارات، شري، صفقات، صمصرات، كل الوقت ما كنا عم نفكر. أنا بوزارة المهجرين عملت قانون قدمته على مجلس الوزراء إعفاءات، لأنه عملت شوية دراسة بالدول اللي حوالينا. ما فيك تجيب مستثمر بالأرقام اللي نحن بنحطها على المستثمر، إن كان بالضرائب إن كان بالأمور اللي بنحطها. أنا مقدم قانون على مجلس الوزراء في إعفاءات لأي مستثمر بيجي يستثمر بالضيع بلبنان، خاصة اللي فيها كان تهجير، إنه يطلع له على 10 سنين إعفاءات ضريبية، على 10 سنين إعفاءات من الضمان، على 10 سنين ليه تقدر تجذب أموال من برا تحطيها بلبنان. هيدي هالقد كان بدها 30 سنة من الحكومات، ما حدا يقدر يقدم هيك عرض. نروح نتفرج كيف بيجيبوا بمصر مستثمرين، كيف بيجيبوا بالأردن مستثمرين، كل العالم تشتغل هيك. نحن ما كان عندنا هيدا السيستم، نحن سيستمنا كان لأنه كنا مرتاحين على الفكرة. خليني أقول لك شو عملتوا بهالموضوع، كتكتل شو عملتوا بهالموضوع؟ أنا معالي الوزير بقول لك أبسط شيء، بس جواب على سؤاله بعدين إذا بدك خذ الكلام. لأنه أنا امبارح بالخطاب
قال 30 يوم تعملنا الموازنة. مزبوط. إذا معتبر هيدي نعت لقلنا بنقول له شكرا. إذا كان بدك موازنة ما يكون فيه، جبنا موازنة ب 30 يوم وكانت أحسن من 30 سنة لورا ما لها موازنات. مشكلة هون، مشكلة شو عملنا، كنا نعمل اللي بنعمله نحن بيعتبروه هن إنه شيء معيب. لا مش معيب، نحن 30 يوم قاعدين بالموازنة تفتنا بكل تفاصيل صغيرة، تخففنا الموازنة 40% من ما كانت قبل، تقدرنا طلعنا موازنة جدية، تقدرنا الموازنة اللي بعدها تجي بوقتها. هيدي أول مرة بتاريخ لبنان في موازنة، عم تصرف الوزارات اليوم بناء على موازنة لأنه نحن اشتغلنا 30 يوم. يعني للأسف بيطلع بيعتبر إنه هيدا هجوم عليك. يا حبيبي هيدا إنجاز لإلي، إنجاز إني ما خليتك تمرق موازنة بنص ساعة كنا فيها هدر 40%. انا ضليتني اضغط تنزلت الهدر، ضليتني اضغط تحطيت قوانين جديده بقلب الموازنه، غيرت لها شكل الطبيعي اللي كنتوا عاده تعيشوا فيها وثبتها، وصار في السنه اللي بعدها دغري تنقر موازنه بشكل سريع ونمشي على اساس موازنه. يعني هيدا المشكل، مشكل عقلي. موضوع اليورو بونز يعني عم ينقال اذا لبنان ما دفع رح يفقد ثقه الخارج فيه. ما بعرف اذا بعد في اصلا من هالثقه، يعني بظل الاوضاع اللي عم نمرق فيها بيقولوا لا، انه في وجهه نظر بتقول افضل ندفع تا يضل لبنان محافظ على ثقه الخارج فيه. بدي جاوب اول شيء، كنت سالتي سؤال عن ليش كنا مكفيين بهالمسار وليش كنا متبعين هالمسار، ما زال رايحين لهون. لا قبل، وهالنمط النمط هيدا لانه كان عم بيغذي بالدرجه الاولى الاغتراب اللبناني. يعني نحن كنا كل سنه نتكل 7-8-10 مليار يفتوا لنا، وهودي هن بنحطهم وبنستعملهم، بنغذي فيهم، ندفع العجز وبنكفي بمنظومه الفساد والهدر عبر التمويل اللي هن الضحيه الاولى الاغتراب، والضحيه الثانيه طبعا المقيمين اللي حيث لا ندري نحن مولنا في الفساد للاسف. هلا بموضوع اليورو بونز، نحن خليني أقول لك، إذا بعد معنا 10 مليار دولار أما 5 مليار دولار وعم ندفع مليار و200 مليون دولار، بيكون إجرام. هذا بيكون إجرام، عم تحرب أولادك من الحليب. يعني هو ليش أنا عم أقول لك إنه بدنا نعرف قدي بعد عن هلأ بيقولوا في 30 مليار، بس من 30 مليار قدي في يوزبل فاندز، يعني أموال فيك تستعمليها. ومن هال 30 مليار كمان مصرف لبنان، ما بدنا ننسى أنه هو حامل سندات خزينة. يعني هذه محتسبهم من العملات الأجنبية. هذه مطلبنا نحن عبر المجلس النيابي، النواب، الحكومة، نعرف قدي بعد عنا. بعدين مش أفضل إذا أنا مديون روح عند الدائن قل له يا خيي أنا هلأ وضعي متعسر، عندي هالبرنامج لإلك، بدل ما هلأ أدفع لك والاستحقاق التاني اللي أنت كمان حامل فيه ما أقدر بقى أدفع لك، رح أقول لك شغلي هالمئة دولار اللي أعطيتك إياها أنا رح أقدر ردها بعد بدل هالسنة بعد 5 سنين. نعم. كمان الفوائد ممكن كت... يرفض لا هلأ شو هو تقنيا بدك أنت موافقة 75% أكثرية، أكثرية 75%. العملية الإجرامية اللي صارت كمان انتقال إذا بدك الأكترية من داخل للخارج، وهون في شيء اسمه الكابيتال ماركتس أوتوريتي، الهيئة التحقيق الأسواق المالية. هون كمان هالأوتوريتي بدها كمان نعرف مين كيف انتقلوا ومين مين اشترى هالسندات الخزينة. أنا كنت عم بقولها لنانسي قبل إنه بي هيدي راحت ما حدا حكي فيها بتشرين الثاني قبل ما يكون كان عنا استحقاق مليار ونص. قلت لهم خلينا نروح على إعادة هيكلة الدين. ليش؟ لأنه باليونان راحوا فاوضوا عملوا إعادة هيكلة الدين وقطعوا 50%. بعد معنا مشال بيقولوا الوقت صار ضيق. هلا كمان الوقت نحن علينا أنه نبلغهم 21 يوم قبل. لحاملي هالسندات الخزينة. ما بدي فوت باجتهادات قانونية، ما بسمح لحالي لأنه مني قانوني، بس إذا نحن ما بقى عنا وقت وصرنا تحت الأمر الواقع هذا كمان إجرام. إجرام يعني ما بيصير. عمليا وزير المالي يمكن كان بلش اتصالات. هلأ في أنا عرفت أنه صار في اتصالات، وعرفت أنه في صناديق استثمار صار في اتصال معهم. هلأ ممكن في شوية بعد منه كتير منفتحين على المفاوضات، إنما هيدا الشيء مهم كان يصير. وثانيا نحن أهم شيء لازم يعرفوا أنه كل
لو حاملي سندات خزينة كانوا معظمهم بالداخل، غير انه الأكترية كانت أهلية بمحلية، كان بقيوا الدولارات عنا هون. نحن هيدي ذخيرتنا، ذخيرتنا يعني كل دولار منفرط فيه بده يروح من دربنا. مش انا اللي حددت انه الدولارات الباقيين هن بينصرفوا فقط على ثلاث سلع أساسية. بالتالي اللي عم بيقلنا انه عم نحكي خطاب شعبوي هو شعبوي، لانه اللي حدد ثلاث سلع أساسية هو القيم على هالودائع بالعملات الأجنبية. أنا بقول أنه نحن فينا نرجع نروح على الهيكلة وما في مشكلة، وبقلك أنه في كتير صناديق استثمار بالخارج وردي هني شطبوا هالاستثمار اللي عندهم، وردي هني متوقعين انه يصير في اعادة هيكلة، لانه نحن ما في عبا عنا سيولة تقريبا. اذا عم تقول في صناديق شطبت يعني، لا شطبت هي داخليا يعني متوقعة انه طيب يقدر يسدد. بس السؤال اليوم كيف انعرضوا وانشروا وراح هيدا الشيء؟ هون في هيدا الاهم اليوم، انه انا عم بزيد ورط حالي زياده، في سيستم ماشي عظيم. عم بياخذني انا على مطرح يزيد الضغط علي اكثر، يعني هو نفسه السيستم اللي مشي بالاقتصاد مشي هلا بالسندات اليوروبون. في شيء كمان تقني كثير مهم وما حدا حكى فيه وانا بتمنى تحكوا فيه، انه صار نحن في مقاصه بلبنان من داخلها في سندات الخزينة اليورو بونز اللي هي اسمها الميد كلير، وفي مقاصة اليورو كلير اللي هن سندات الخزينة اليورو بونز كمان ببلجيكا. صار في تحويل لسندات الخزينة من اليورو كلير من الميد كلير يعني من لبنان للخارج. هذه منا تحويلة كلاسيكية مالية، كمان بدنا نعرف مين حول هالسندات من الداخل للخارج بلا ما يصفيون. ها ورجع كمان في منهم صفون ليأخذوا الفلوس وما يعلقوا الفلوس هوني، وفي منهم تركونهم. بدنا نعرف يعمل هيك خطوة تيوصل لوين، شو الهدف منه؟ بداية ممكن يكون أول شيء هذا التحويل ممكن يكون ليقدر يسيل أمواله ويخدم بالخارج ما يعلقوا بالكابيتال كنترول. نعم. بيقول أنا ما حولت حوالي لبرا، بس بيكون حول هالسندات اللي هو في صفيهم بالأسواق. تحويل تهيدا يعني. تاني شيء اللي باعه ممكن يكون، إذا بدنا نحكي تقنيا ممكن يكون هني كانوا تحت ضغط ما عنده سيولة مصارف، لأن نعرف أنه كانت سيولتها شوي على المحك، ممكن يكونوا صفوا. بس يقال أنه القسم الأكبر من حاملي السندات يعني قدروا يبيعوها للخارج، يعني عدد كتير كبير مش حدا بس مرة. أي خليني أقول هيدي السندات هي بتتداول بالسيكندري ماركت يعني مثل بالبورصة بالخارج، بالتالي في ممكن منهم يكونوا صفوا لأن كان بدهم سيولة، وممكن منهم يكونوا صفوا لأنه كانوا on margin call يعني كانوا مدينين على السندات مراهنين أنه ممكن يعملوا أكتر مصارف، بالتالي اضطروا اللي حاملين عنهم يقولوا لهم مجبورين صفوا. وفي منهم ممكن يكونوا صفوا فقط لأغراض كمان لجني أرباح زيادة يعني لإجرام زيادة ويحملوها بأسامي أشخاص أما شركات. من هون كمان بدنا تحقيق بهالموضوع، هيدا صرنا بشغلتين. نعم. عم نطلب ندقق بدكم تطلبوا بهالشغلتين. بعد في موضوع تالت كتير مهم، هذا آخر شي بحكي في جمعية المصارف الميزانية المجمعة للمصارف بتشير انه هي وادعة مع مصرف لبنان ما لا يقل عن 150 مليار دولار دولار وليرة لبنانية. مصرف لبنان بيقول لهم لا انتو لكم بدكم مني 120 مليار، غير العجز اللي على العملات الاجنبية الاحتياطي في فرق 30 مليار دولار. نحن بنريد حدا يوضح لنا كمان وين اني غير هدوليك. تسألينا ليش نازلين الخميس؟ هيدا اللي بدي اسألك ايه يعني، هلأ انفتحت المعركة بشكل كتير. نحن ما بدنا، نحن كمواطنين بدنا نعرف طيب. المعركة هون هي خلينا نقول اول شيء الخميس الحراج شو هو بخصوص الميدل ايست؟ بلش بخصوص الميدل ايست انتقل. نحن موضوع الميدل ايست كان انه غريب يعني. نعم. صراحة صحينا اليوم لقينا مفاجأة يعني. نحن صرنا سنين بنقول انه بدنا نجيب سياحة، بدنا نساعد المواطن اللبناني، بدنا نرخص تيكت الميدل ايست، نحن اغلى تيكت بالعالم يمكن. صح. فبدنا نشوف كيف بدنا نرخصه، بنجي بنتفاجأ بهيدا الظرف عم نقلبه على الدولار، فكان لا
الضغط اللي قدرنا نعملناه اليوم كل النهار رجع بتصور عن قراره وطلع بيان حكومي بيقول انه 98% من اسهم الميدل ايست مملوكه من المصرف المركزي. هي الناس شوي كرمال هيك ربطنا الميدل ايست بالمصرف. يعني نحن اليوم فانزين قدام مصرف لبنان تعمل نحن صرنا متاكدين انه في شراكه بين المصرف والمصارف والصيرفه بالوضع اللي عم نمرق فيه بكل هالفتره عم بيعمل هو الضغط الاكبر على السياسيين وعلى الناس وعلى هيدا، هو اللي حيعمل الانهيار. فهيدا الموضوع خلص ما بقى فيك تسكتي عنه، بتبعتي سؤال ما حدا برد عليك، بتطلع كل يوم على التلفزيونات على وسائل الاعلام بتقولي انه يا خيي بس حدا يجاوبنا هالمصاري اللي تحولت مين حولها، ما حدا برد عليك. طب قديش قيمتها؟ ما حدا برد عليك. اليوم اليورو بوند كمان الكل صارت واضحه انه القصه يا اما استثمار حدا عم ببيع برا يا عم بهرب مصرياته لبرا، كمان ما حدا برد عليك. لا، في بالاخر مطرح معين صار واضح انه بده يعطينا جواب، بده يعطي للدوله اللبنانيه جواب. نحن كتيار وطني حر صرنا عارفين انه الهدف الاساسي انه هيدا المكان يرد علينا، يعطينا اي جواب مفيد عن كل هيدي التحويلات المالية اللي صارت بهيدي الفترة قدام الشعب اللبناني، يطلع يقول خيي ما في ولا سياسي حول. على القليل الناس تعرف انه هالسياسيين طلعوا كلهم فقراء معترين ما معهم مصاري، يا اما يقول لبنوكي ما حولت. بس ما هي خلص في موضوع عم يتخبى على كل الناس، مبين انه هيدا الموضوع مشغول بطريقة دقيقة على فترة كتير طويلة، واليوم صارت المشكلة بس بالفقير المعتر. عم نيجي نظلم هيدا الإنسان اللي تعب عمره كلياته 20,000 30,000 40,000 دولار حاططهم بالبنك عم بعيش ولاده منهم أو عم بيبعت لابنه اللي برا، هيدا بدنا نقاتله ونحاربه ونسكر عليه ونوقفه ونزله كلنا قدام باب البنك. أما هودي اللي معهم مليارات زبطناها نحن والبنك وظهرناهم، وكل الناس صارت بتعرف بتجيب تشيك بونكير بيخصم لك 30% وبيصرف لك إياه الصراف. طب خي هيدا الصراف وين عم بجيب الدولارات؟ وهودي المصاري كيف عم تتداول بالسوق؟ هول يعني الأخبار كلهم عم نسمعون وقلنا فترة عم يترددوا وكل عالم صاروا عم يسمعون، بوقت بعد ما عم ينعمل شيء، يعني ما عم بيبين ولا خيط إنه تبلش توضح الصورة أو أي محاسبة أو أي وقف لهالعملية. لما بتروحي بكل يوم بتحكي بهيدا الموضوع ما بيجيكي ولا جواب، هني معهم الجواب. يعني كل الضغط اللي عم تعمليه بالقوانين بكل شيء بمجلس النواب، بتحطي قوانين اليوم بدك بد لها، ما كمان مطرح من المطارح نحن هذا الحراك اللي صار من 17 نحن معه انه نضغط بالمكان الصحيح تنوصل لنتيجه. نحن مع كل حدا راح قدام مصرف لبنان وقال تعال خبرنا شو الحقيقه، وين نحن وضعنا المالي بالنسبه للدول برا. رحنا قدمنا على مجلس النواب قوانين وكل شيء تنكشف الامور، تسكر مجلس النواب وعمل قصه كثير كبيره انه لا ممنوع تبتوا ولا بموضوع. اليوم ما فيك تحل المشاكل إلا من خلال قوانين تحدثيها تتصير قادرة توصل إلى المعلومة اللي بدك إياها، تتواصل مع العالم برا تقدروا يعطوك هني كمان معلومة، تضغطي بالشارع بلبنان كمان توصل. يعني كلهم بدون يشاركوا مع بعضهم، الاقتصاديين والسياسيين والقانونيين والقضاء، بدو القضاء كمان يتفعل أكتر شوي صغير، يعني بس يطلع حدا لعنده يحط له ملف يسرع فيه. يعني ما في الملف يضل بالجرور سنة وسنتين وثلاثة، البلد ما بقى يحمل ترف الوقت، نحن واصلين على انهيار. هيدا الانهيار كلنا بدنا نستعجل نضغط عليه. الانهيار. انا بقول لا، انا بقول بعد قادرين نخلص اذا قدرنا نروح بعقليه جديده بافكار جديده، حتى الناس عليها شغل. يعني مش بس اليوم مطلوب بس من الدوله انه تغير لك، حتى الانسان اللبناني بده يبلش يغير بعض العادات اللي عنده اياهم. يعني ما في يكون عنده سوري للكلمه انه ثلاثه خدم بالبيت، ما في يكون عنده امور فيها هالقد ترف ونحن عم نشحد من العالم مصاري. يعني ما حتى العالم برا بالاخر بشوفك انه في طريقه غلط عم بتعيشيها بلبنان. ما فينا كل شهر نغير كل الاجهزه الالكترونيه اللي عنا اياها، بدنا نحن نرجلش حياتنا، نرجع بدنا نرجلش المصاري اللي معنا انه تدور بقلب البلد. يعني انا على طول بعطي مثل هيك بسيط شعبي، يعني انه كان ابو جورج عنده محل همبرجر وابو جوزيف عنده دكان، صرنا كلياتهم مصرياتنا بيطلعوا لبرا، ما بقى في مصاري بتبرم بقلب الضيعه بين الناس بين هيدا. بدنا نرجع نتعود على المنتج اللبناني، على الجبن اللبناني، على الزراعه اللبنانيه. سيستم جديد قديش سهل، ولا ممكن تنقذ البلد الا بسيستم جديد. بدك تشيلي عقليه وتركبي عقليه جديده انه بدنا نروح كلياتنا تنقذ بلدنا. ابدا ما تفكري انه بعصا سحريه او باقتصادي لامع او اذا اجى اعظم رجل بالعالم اليوم. اذا ما قدرنا نحن نشاركه كشعب بهيدا السيستم الجديد اكيد بدنا نضلنا نغرق. بدنا نبلش نتعود انه لا نحن وصلنا لمطرح بدنا نوقف ونبلش بسياسة جديدة، سياسة من بيتنا، من علاقاتنا، من ضياعنا، من الزراعة تبعولنا، من الأكل تبعولنا، من المنتج تبعولنا، لتوصل الدولة كمان تتحدث قوانينها. ما فيكون عندي معمل أنا بشغل 500-600 شخص سكره لأنه أنا بجيب له منتج من برا كل يوم بكبه بالسوق اللبنانية ما بقى قادر يبيع،
وهو بيضطر يدفع ضريبة وضمان وكل شيء. اللي قالهم الأستاذ وليد 100% معه حق، الدولة قايمة على القطاع الخاص وبذات الوقت عم تكسره للقطاع الخاص. طب كيف بدها تعيش الدولة وتاخذ ضرائب من القطاع الخاص وهو ما بقى قادر ينتج، ما بقى قادر يطلع بأي شيء جديد على السوق؟ معليك لما نسمع هيدا الكلام كله سوا أكيد النتيجة إنه الحكومة الجديدة عليها ضغط. صحيح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حيد إذا فينا نقول رئيس حسان دياب وحكومته عن الكلمة، ولكن التصويب اليوم بيقول دايما تيار الوطني الحر من 3 سنين لليوم فات بتفاهم سياسي، مفروض كان كل هيدا الأسئلة والطروحات والمشاكل يلي حضرتك حكيت عنها تكون بهالثلاث سنين لقيت أجوبة لها. وصلنا آخر شيء بعد 3 سنين نحن على حفة المسؤولية كلها ألقيت على التيار الوطني الحر وفريق رئيس الجمهورية. شو نانسي سهل كان أنه نحن نضلنا على خلاف بلبنان وما نعمل ولا تفاهم ولا مع حدا، بس ما المشكلة كمان الناس بدها تقرر بتكون يعني نتفاهم مع مكونات لبنان او نحاربهم كلياتهم. ما نحن بنعرف انه في مشكلة بمكونات لبنان، ليش نحن بال2005 كانوا كل مكونات لبنان ضد خروج الجيش السوري؟ نرجع لنقطة بسيطة، يعني بال2005 كانوا كلهم منتفعين من الوجود السوري، كنا نحن الوحيدين اللي عم ناكل قتل ضد الوجود السوري. طب لما اجينا بده يفل السوري شاركناهم كلهم بالحفلة، ما شاركوا كلهم معنا وبالاخر صاروا هن على البوديوم عم بسبوا، صرنا نحن حاسين حالنا انه يعني بعد شوي رح يعني هيدا الفكر بدنا ننقله بالطريقة صحيحة. نحن بلبنان ما فينا بهيدا البلد نعيش لوحدنا، لو كان معنا حق بدنا نتشارك مع كل المكونات بكل الأمور تنقدر نحكم كلنا سوا. ما فيك تفوت على الحكومة انت جزء من الدولة منك أكترية لوحدك بقلب الحكومة، بدك تكوني عم تشارك الكل. جربنا نعمل تفاهمات مع الكل ونصير تفاهمات مع الكل، أساس التفاهم مع الكل كان يبلش من نقطتين، إصلاح محاربة فساد، إصلاح ومحاربة فساد، هيدا أساس التفاهم. إذا غيرك ما التزم فيه إيه بعد فترة بوقف بقول أنا ماني قادر كفي. مثل كل التفاهمات يعني. طولت كنا عم نحكي، طولت كنا عم نعمل موازنة، طولت كنا عم نعمل خطط. طب أنا لما خطة مهجرين معمولة من أيار بحطها على الجدول نهار 17 نهار المظاهرة، من أيار 5 أشهر أخذت تنزلنا خطة على الجدول. يعني في مأساة بالتعاطي مع الموجودين، في هدر للوقت كتير كبير ما عنده قيمة ولا لشي. كل يوم كان في مشكل، كل جلسة كنا نحكي ليش نحن ما حكينا بهودي المواضيع تبع انه ما بقى فينا نفوت منتجات عنا بلبنان لإلها مصدر بيعمل مثلها، فينا نوقف كل الاستيراد من برا اللي عم بينافس المنتج المحلي، كله هودي نحكى فيه. بس في عندك عقلية مختلفة، بس ما تفكري انه القصة هي هالقد سهلة بجلسة مجلس وزراء. يعني بتاخدي قرار تطلع اهون شيء تعملي شعبوية، اهون شيء اطلع كل يوم انا على الميكرو احط الاتهامات، بس الناس ما عرفت مين عرقل، ما عرفت مين وقف. لما طلع الوزير بسير بقلب الجلسة بحاجة لشي ملموس شي يفرق بحياتها. طب ملموس أكتر من أنك تقولي أنا طالع على سوريا تحل قصة النازحين، يوقف بقلب الجلسة القوات والاشتراكي يعملوا لك حرب بقلب الجلسة ومعركة طويلة عريضة. طب الناس ما فيها ما تنشط ذاكرتها بهيدا النهار قبل بأربع خمسة أيام من الحراك اللي صار كنا نحن عم نعرض أنه ما بقى فينا، في موضوع النازحين بدنا نحله مع سوريا، في موضوع الكهرباء فينا نتعاطى فيه مع سوريا، في موضوع المعبر أبو كمال اللي قادرين نصدر منه كل منتجاتنا على العراق واللي كان ممكن يساعد إذا غلطان وقل لي أنا غلطان، هيدا معبر قادر يستوعب مني كتير منتجات لبنانية، قامت ثورة بقلب مجلس الوزراء وعلى أساسها نزلت انتفاضة. طب هودي الأمور الناس بدها تشوفهم. هيدا العناوين موازية للأزمة المالية والنقدية بالحل الاقتصادي، ولكن تحولت بالسياسة تهجم على الرئيس عون، مطالبة باستقالة الرئيس عون. قبل ما نسمع جوابك بدنا ننتقل عند مونسينيور كاميل مبارك. مساء الخير مونسينيور. مساء النور. بداية يعني طبعا كنا سمعنا خلال هيدا الأسبوع والأيام الماضية دعوة لتشكيل جبهة وطنية لإقالة رئيس الجمهورية من قبل رئيس حزب التقدم الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط. بأي سياق يمكن وضع هيدا المطلب اليوم بوسط كل الأزمة اللي نحن عم نعيشها على المستوى الاقتصادي والمالي واللي الخبراء يعني بيقولوا على شفير الانهيار مسنيور؟ هذا الحلم موجود من عمر رئيس الجمهورية اللبنانية. كل ما إجا رئيس جمهورية بيخلق فريق إقالة باستقالته أو باسقاطه، وهذا الأمر كل مرة بيفشلوا فيه وكل مرة بيعرضوا يحلموا فيه. أولاً بقدر اطمن كل اللي عم يحلموا هذا الحلم انه حلمهم مش راح يتحقق، فمن الافضل ينبشوا على امور اخرى.
وبدل ما يحلموا بإسقاط رئيس أو بإسقاط حكومي أو بإسقاط، يحلموا بالأمور اللي بتبني الوطن. يعني بعد ناقص تفوت بمتاهة عدم وجود رئيس جمهورية ونضل 9 أشهر تانيين بدون رئيس جمهورية ونفكك البلد أكثر ما هو انفكفك، فيسكتوا أفضل ويغيروا لغتهم لأنه يبنوا بالكلام، يستعملوا الكلام البناء مش الكلام الهدام، منكون ممنونينهم والله يوفقهم. ثانيا سمعت الاساتذه والسياسيين اللي مع حضرتكم على التلفزيون والكلام اللي هذا وكله مع الحق، والمصيبه الكبرى انه لما بيكونوا كل الناس معهم حق، انا بفهم لما بيكون الحق مع فريق والخطا مع فريق ثاني بنمشي مع الحق يعني مع الفريق اللي معه حق، ولكن اليوم كل الفرقاء معهم حق. لهالسبب وضع الحكومه وانبسطنا انه صار في حكومه وانبسطنا انه صار في ثقه لهذه الحكومه. هذه الحكومه عندها تحديات عظيمه ورهيبه جدا. اولا التحديات الاقتصاديه اللي تفضلوا حكوا عنها. ثانيا التحديات الدبلوماسيه باي توجه دبلوماسي عالمي بدها تمشي. ثالثا عندها تحدي عدلي. هل يا ترى العدليه بدها تمشي بحسب اراده بنيان لبنان وتصميم الحكومه على بنيان لبنان او لا؟ وعندها تحدي سياسي. الفرقاء اللبنانيين مشتتين مشرزمين، ناس مدين ايدهم لبرا وناس مدين ايدهم لجوا وناس بتقبض وناس بتدفع. فهذه الحكومه اذا ما بدها تعمل خطوات جباره بتحدي بقوه، يعني مش ضروري تخاف وترجع تقدر 10,000، لا، بدها تعمل خطوات شفائيه للناس. ما بقى بدنا حكومه تدير الازمه، بدنا حكومه تشيلنا من الازمه، لانه صرنا سياسيين بون عم يحكوا فيها السياسيين، ناس مع ناس ضد، ناس بيردوا ناس ما بيردوا، هيدي بقى اسمها عادي. مونسينيور كلنا بنعرف انه ما بقى عندنا طرف الوقت بلبنان، قد ايه بتعطيها لهيدي الحكومه وقت تتقدر تنجز شيء؟ وما هي مثلا اول خطوه ممكن تعملها تاثر على حياه اللبناني ايجابا بهالظروف الصعبه اللي عم يمرق فيها؟ هن بيعرفوا انه نحن ماشيين على حافه الهادي، صار عندنا اجى تغرب، هن عارفين هالشيء والسقوط سريع جدا. نعم. لهالسبب اول هاجس لازم يهتموا فيه هو الاقتصاد اولا. لا يعرفوا الناس على اي توجه اقتصادي بدهم يعيشوا، ما حدا عارف شو بده يعمل، ما حدا عارف شو بده يعمل، لا الصناع عارف شو بده يعمل، ولا المتمول عارف حاله شو بده يعمل، ولا الفقير عارف حاله شو بده يعمل، ما حدا عارف بكره شو رح يصير. لهالسبب الحكومه واجبات، ما بعرف اذا واجباتها كلمه بتليق يعني، بس ملزومه تاخذ خطوات اقتصاديه سريعه وناكسه تحققها بالعدليه، اذا ما بتتحقق بقول لك هي احسن. هاي اللي بتخلي الناس تشعر بالثقة، الثقة، ولما بتيجي الثقة بالحكومة، بتيجي الثقة بالمصارف، يرجعوا ناس يتعاطوا مع المصارف، بأمان وسلام، مش ما بيتعاطوا بخوف، فزعانين على مصر اليوم. لهالسبب أول بند لازم تتحرك فيه هو البند الاقتصادي، وإني عارفين إنه إجى طب الاقتصاد هاوي خلص، طلعت براس حالك. نعم. المونسينيور كميل مبارك، شكرا لك على هالمداخلة. تننتقل لموضوع زيارة المرتقبة لرئيس الحكومة حسان دياب للخارج، شو متوقعين منها؟ هل رح يكون في تجاوب من الدول العربية وسعي لدعم لبنان بأزمته؟ شوفي، يعني هي زيارة بروتوكولية، كل رئيس حكومة بيجي بيعمل زيارات على الدول، جميلة الدول العربية صاحبة القرار بالمنطقة. أنا بعتقد أنه مفروض إذا كان في جو إيجابي من الخارج للبنان يكون في تجاوب مع هذه الزيارة يبين سريعاً، بس لحديت اليوم بالصورة ما مبين انه في مساعدات او في الشيء اللي نحكى عنه قبل الحكومة، يعني انه سريعا رح يكون في مساعدات. اليوم الصورة كلياتها مبينة مثل ما حكينا باول حلقة انه في ضغط دولي واقليمي وكل شيء على لبنان، ما قدروا فيه بمواضيع غير الاقتصاد، عم بيشدوا فيه بالاقتصاد كتير. يعني رحنا بفترة انه بالشارع وبكل شيء يمكن ما عطى النتيجة اللي كانت مطلوبة، بالاقتصاد عم بيعطي نتيجة يمكن بيعتبروها انه كتير منيحة. عندنا ظرف صعب عم نمرق فيه، بتقولي لي انه بعد في حدا مفكر انه والله هيدا الظرف لانه نحنا اشتغلنا شوي هون مزبوط هون مش مزبوط، بقلك لا، لانه كان في ما يكون هيدا الظرف باي مساعدة بتجي من برا اليوم بتنحط كوديعة او شيء كان فيها تتحلحل الناس ويتأخر هيدا الظرف سنتين ثلاثة لقدام. مطلوب بهيدا الوقت لانه في قرارات كتير كبيرة اتخذت بهودي السنتين عم يعني بكل محبة عم ينضغط علينا فيهم،
لأنه بركي بنقدر بنوافق عليهم. اليوم إذا الشعب اللبناني بيقول وافقوا خلصونا بدنا نرتاح، بنقول له اللي ناطرك أصعب بكتير. يعني إذا نحن اليوم قلنا إيه لأي شرط من اللي عم ينحط علينا نقدر نتنفس شوي اقتصاديا، بكرة أولادك بده يبكوا أكتر بكتير. نحن اليوم عم نتحمل ضغط، بس إذا قدرنا طلعنا من هيدا الضغط بسياسة عامة كتير كبيرة مثل ما قلنا، من الناس للدولة لكل شيء حوالينا، قادرين نخلص بلدنا لمرة ولكل المرات. بينما إذا وافقنا على أي شرط من الشروط المطروحة، أنا بقول بتكون النهاية، إن كان بالتوطين أو بالنازحين أو بالنفط والغاز وترسيم الحدود. هودي شروط قاسية كتير على لبنان، ما في يحملها لبنان، لا مستقبل أولادنا ما في يحملها. يعني أستاذ وليد، إذا حطيت خطة إنقاذية للوضع المالي والاقتصادي اللي نحن فيه، دي بدنا نبقى نحن بالأزمة اللي عم نمرق فيها؟ يعني العالم فاتوا بنفق، ما عارفين أي متى حنطلع منه. هلأ مضطرين نحط خطة، يعني بلا خطة منكون عم ننتحر. الأزمة منا كبسة زر وبكرة منوعة ببطل فيها أزمة طبعا. يعني بعلم الاقتصاد وقت نكون بهيك أزمة أقل، وبدنا للأسف 5 سنين لنقدر نرجع نطلع من هالوضع. إنما يعني إذا صار في فعلا خطة اقتصادية ومالية، بدها تتنفرج شوي الأمور تتحسن. بس قد مع وقت الحكومة تحط خطة بهالوقت ظرف الضغط؟ امبارح مش اليوم، امبارح مش اليوم، لا ما حطيت هلا من هلا بعد ما اخذت السلام. هن كانوا عم يقولوا انه لازم يحطوا الادار، يعني مستعجلين هلا هلا. مجرد ما هن يفاوضوا مع الدائنين، وقت بده يفاوضوا بده يكون في خطه، بده يقولوا لهم انه بده يخبرون نحن كيف رح نرد لكم فلوسكم، نحن عنا هيك هيك هيك، عنا رح يصير عنا بدل العجز 7% رح يصير في عنا فائض، لانه رح نتفاوض مع الدائنين، علما انه نحن الحسنه انه ديننا بالداخل معظمه منه بالخارج. يعني الدين الخارجي ما بيتخطى 5-6%، انما كمان الدين الداخلي، وقت نقول دين داخلي، هذا للاسف المودعين مدينين الدوله كمان بدنا نشوف هون لازم ينضغط كمان، يصير في ما يسمى البيل ان. يعني البيل اوت، يعني عاده المصارف المركزيه مثل بال2008 هي كانت تنقذ المصارف. اليوم وقت بدنا نحكي بيل ان، اذا بدك المساهمين بالمصارف، اما خلينا نسميهم كبار المودعين اللي استفادوا، هن بدهم يصير في عليهم هلا اللي عم كل العالم صارت تدور فيه هيركات. يعني هذا هي بس يعني الهيركات كبار المودعين، مش نوصل لصغار المودعين يلي كان بعدنا عم نحكي. قد ايه يعني كبار؟ من قد ايه مثلا هيركات ابتداء من اي رقم؟ الكتله النقديه اللي هي إذا بدك محصورة بنسبة 1% من المجتمع، عايدة لتقاضى لنعمل معه هندسات مالية وكله أرباح دفترية. يعني بحط معك بدينك ب2% برجع بترجع بتحطهم معي ب20% برجع بسحبهم باللبنان دغري بحولهم دولار وبخدهم لبرا، بدك ترجع تجيبهم يا حبيبي. ما حيكون في خطوط حمر هون؟ انه لا يعني خطوط حمر بدي بيقشط كل شيء علينا، ما بقى فينا. في شغله اذا فكرنا فيها بجديتها يمكن بتساعد كتير بهيدي المرحله، وبتساعد كتير بالوضع اللي صار من بعد 17 شهر. بده يتقدم قانون كل انسان فات على الدوله اللبنانيه اشتغل بالشأن العام من 90 لليوم هو تحت المحاسبه. كل انسان، مش سياسي نايب او وزير، لانه نحن في باعتقاد بعض الناس انه بس هن اللي مدوا ايدهم على الدين العام هن النواب والوزراء. يا عمي في دركه بمخفر معمر قصر بنص مليون دولار، هذا ما في طلعهم دركه بمخفر، وفي موظف بمؤسسه عامه عنده اليوم بحسابه 2 مليون دولار، في مدير عام عنده 5 مليون دولار، هودي كمان ما هودي مثلهم مثل حيالله شخص اشتغل بالشأن العام. طيب بس واحد أي بده يبلش، بده يبلش بقوانين. ما في حل بهيدا البلد هون بلبنان اللي اليوم مطلوب انه يتقدم قوانين بتروح بتحاسب كل الناس. اي انسان يعني اليوم انت بتروح تحط اخبار، مجرد ما حطيت اخبار مفروض دغري القضاء يتحرك يروح يسائل، يروح يجيبوا لهيدا الموظف او المدير العام او امين الصندوق او الضابط بالدرك او 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 عليك شيء مهم جدا كمان. نحن بنظام اقتصادي حر مبني على المبادرة الفردية، نحن نصفناه بالكارتلات بالأوليغوبولي. هول الكارتلات مثلا بس نحكي عن الكهرباء
دفعنا 40 مليار، بس مين كان مين كان اذا بدك يستفيد؟ اللي كانوا كمان يستوردوا الفيول، بدوا كمان هول الكارتيلات نفهم كيف وشو صار، يعني كرسنا ما يسمى بالاحتكار نحن، ان كان بالنفط، اما بالحديد 3-4 شركات، اما بالادويه 15 شركه. هذا سياسي، سياسي مش اقتصاد. هيدي بدها تنسف اول شيء، وبدنا نشوف كمان هالكارتلات هالكارتلات مين كان يستفيد منهم، لانه هالرجال الاعمال هن كانوا كمان في يمولوا السياسيين. ما هن سياسيين، لا وممكن كمان ايه يعني للاسف. بس هون كمان هالنقطه مهمة جدا، بتروحي على المزود بتلاقي انه اكبر زعيم سياسي هو فايت بالقصة، بتروحي على البطون والسمنت بتلاقي انه بلبنان كلها عندك اثنين، واحد محتكره زعيم سياسي بالشمال، واحد محتكره زعيم سياسي بالشوف. طب يا حبيبي هودي واضحين للعلن، هودي مش شيء مخفى، هيدا مش شيء بدك روح تنبش عنه. مين عطاه هيدا الاحتكار من 30 سنة لليوم؟ ليه بده ينباع البطون بلبنان ب100 دولار وبرات لبنان ب40 دولار؟ ممنوع استورد من برا لانه بصير بدي نفسه، بس هو ممنوع يرخص لي انا عيش، هو بده يضل يربح مني كل العمر، والمزود كذلك الامر، والحديد كذلك الامر، وكثير امور. بس مين عملهم هودي؟ هودي عملهم منافع السياسي، هودي بده يتحاسبوا اكيد. هيدا المنهج السياسي اللي اجى من بعد التسعين، اللي قال بدي شيل وليد عن ظهري، خذ هالتنفيعه خيي وروح اشتغل فيها، طلع مصاري وحل عني، ما بقى تناكف فيي، وبدي روح عند هيدا الحزب قال له خذ هالتنفيعه وحل عني، وعند هيدا حل عني. هيك اشتغلنا بالدولة. تنختم نحنا استاذ وليد، بتتوقع تكون طريق سالكة قدام بداية الإصلاح والإنقاذ بشكل مختصر إذا سمحت؟ لا أكيد، لا أكيد منا سالكة، منا سالكة. عم بحكي سياسيا وعرقليا، بس بدنا حلقة تانية لنحكي عن الخطة الاقتصادية، لنحكي شو لازم يعملوا، لنحكي كيف بدنا نعيد توزيع الخسائر بطريقة عادلة، كيف بدنا نوضع ضرائب على الثروات، كيف بدنا نرجع نعيد النظر بالسياسة الضريبية، كل هذا بدنا نحكي فيه. شوفي أنا بس شغلة صغيرة، يعني بقرأ خطاب الوزير باسيل بمجلس النواب، بسمع دكتور وليد بلاقي أنه في تشابه يعني بالأفكار، يعني حكي أمور كتير من اللي قالها الوزير باسيل بمجلس النواب، وهو شغلته وخبرته يعني، وبتسمع خطاب حدا تاني بيحكيك أهل السنة والمدري شو، بتشوف الفرق بالعقلية السياسية بالمدرسة والمدرسة، مين بده يبني دولة ومين رايح بس عم بيعمل شعبية وجماهيرية. ما عليك يعني مين ما بيجيب لنا هلأ مصاري منيح، نحن أهل سنة أهل موارد، بدنا دولارات. هل أهم شيء دولارات؟ النفط والغاز لو هيك بعشر ثواني إذا تبين بعد أربعة أشهر أنه نحن عنا هيدي الثروة، هالموضوع قديش رح يساهم بأنه الأسبوع الجاي مفروض بيصير لبنان بلد غني نفطي، بس هيدا ما بي يعني مردوده بده وقت بس وقت. مرحليا ما بيقدر يتغير الصورة الائتمانية بالتصنيف الائتماني، عفوا التصنيف الائتماني ما رح يتغير الا ما نظبط الخلل هو بالعجز. مطرح ما مثل ما قلت لك بالبدايه بلشنا المشكله، بلشت هون بالاستدانه وكفينا استدانه وكفينا ناخذ السيوله من درب القطاع الخاص لنمول قطاع فاسد منه منتج للأسف. ومين موله؟ الاغتراب، ونحن اللي هون. أنا بحكي بالسياسي بهذا الموضوع، هذا الموضوع من أساس المواضيع الضغط اللي عم بصير علينا، لأنه من 70 سنة لليوم ما التقى شخص عنده جرأة يقول أنا بدي نبش على الضغط والغاز. إجا رئيس جمهورية عنفوان وكرامي ووطن قال لا أنا بدي نفط وغاز، بدي بطل شحيد، بدي صير دولة نفطية وعيش ولادي ولادي برخاء أفضل من هون. هيدي بالسياسة عم ندفع حقها نحن اليوم. مع هالفكرة رح نختم. معالي الوزير رسام عطله، شكرا لحضورك معنا. دكتور وليد أبو سليمان الخبير الاقتصادي كمان شكرا لك. أنا وزميلي نانسي صعب نشكركم. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء بحلقة جديدة الأسبوع المقبل. أنا والزميلة نانسي صعب منكم معكم.